السلام عليكم، وحشتونا جدا. لازم تقولوا معايا. بصوا يا جماعه، النهارده بقى هقدم لكم روتين المسائي في المصيف، وتشوفوا هنعمل ايه. احنا طبعا جينا من البحر الصبح، بنروح البحر وبالليل بنيجي نتغدى، زي ما قدمت لكم في الروتين اللي فات، الروتين الصباحي. دلوقتي الروتين المسائي، بنيجي نتغدى وبنريح شويه، ودلوقتي احنا خارجين. دلوقتي سايبين الشقه وخارجين. يلا يا ستي جد، يلا. اهي يا ماما، اشرب من هنا. خدي هنا بقى. الحمد لله، شفتوا القهوه حلوه ازاي؟ اهو معايا. يلا يا نور، يلا يا جنة، يلا كله يطلع بقى. يلا اهي انا. يلا يا شريف، يلا ادوهم الشقه بقى بتاعت الاسانسير. واخد دي ليه نور معايا زي هذا؟ زي ما انتوا شفتوا يا جماعه كده، بعد ما اتغدينا ولبسنا وظبطنا شقتنا خلاص، دلوقتي احنا خارجين هنسهر بره. ودلوقتي احنا هنروح في كافيه كده، كان جات لنا دعوه منه ان احنا هنروح نسهر في الكافيه ده، في خدمات حلوه. احنا قرينا الورقه بس احنا لسه ما شفناهوش. بس الكافيه ده على الكورنيش، فانا هوريه لكم دلوقتي. ده احنا في طريقنا للكافيه، وهوريه لكم كل حاجه كانت موجوده فيه. بس خليكم معايا للاخر، لان احنا ما رضيناش نقعد فيه، وهقول لكم برضو على السبب اللي احنا ما رضيناش نقعد في الكافيه. احنا رحنا كده اتمشينا، زي ما قلت لكم الكافيه كان على الكورنيش، وعايزه اقول لكم كفايه المشي كده على الكورنيش. حتى لو انتم مش عايزين تروحوا اي مكان، فاخرجوا كده وتمشوا على الكورنيش، ما تضيعوش اي يوم من المصيف ان انتم تقعدوا في الشقه. فاخرجوا كده تمشوا على الكورنيش، غيروا جو، اعملوا اي حاجه، كلوا ايس كريم، اي حاجه، كفايه ان انتم تتمشوا كده مع بعض. فزي ما قلت لكم دلوقتي احنا في طريقنا للكافيه اللي كان جاي لنا دعوه منها دي، فقلنا نروح نشوف فيها ايه. هي دي جماعة الكافيه اللي هي على البحر، زي ما انتم شايفين كده. قدامها اللي هي البابيت دي، اللي هي العرايس دي، مش عارفة اسمها ايه، اللي هم واقفين يعملوا استعراض كده بره، وممكن تتصوروا معاهم. فاحنا دخلنا الكافيه من جوه، بيعملوا بقى فرقة فنون شعبية واغاني وكده. انا هوريها لكم من جوه، انا دخلتها جوه دلوقتي هوريها لكم. المهم الحاجات دي كانت عمالين يتصوروا معانا، يعني احنا بنتصور معاهم اي حاجه زي ما شفتوا كده. تعالي جنة صور معايا. ايه مش متغبيش. يلا بس بس يا احمد ودي الكافيه يا جماعه. احنا دخلنا دلوقتي، دخلتها زي ما شفتوا كده، عشان مثلا قلنا لو لقيناها حلوه او بتقدم حاجات حلوه، فان احنا هنحجز مكان وهنقعد فيه. فانا عملت لكم جوله فيها اهو. الكافيه دي وراها البحر كده على طول، هي على البحر، هي على الكورنيش وراها البحر على طول. زي ما شايفين كده، ده مدخلها، وفيها قعدات كده، قعدات بقى شباب وعائلات وكل اللي انتوا تحبوه موجود في الكافيه. بس انا صورت فيها كده وخرجنا منها، ما حبيناش ان احنا نقعد فيها بصراحه، ما بحبش الجو ده بصراحه، واحنا كلنا يعني.
فكلنا قلنا مش عايزين نقعد فيها. حتى جنة برضو قالت لي ده دوشة قوي فمحبناش نقعد فيها، وكمان فيها رقص واغاني وفيها ناس بتقوم ترقص ومش عارفة ايه. فانا بصراحة ما بحبش اقعد مكان فيه معصية، فهو ده رأيي يعني بصراحة. فزمان شفته كده جنة قالت لي طب تعالي بقى صوريني على البحر، فقعدت تصور شوية صور كده صورتها وهي البحر وراها على طول. زمان شايفين منها للشط الكافي دي اهي، ده شط البحر، دي مرسى مطروح. مرسى مطروح بصراحة ما شاء الله لو أكبر جميلة وحلوة سواء بالليل أو بالنهار. مرسى مطروح روعة وأهلها طيبين جدا. وبصراحة أول مرة أروح مكان كده حس إن أنا مطمنة، مش خايفة على العيال، مش قلقانة. مرسى مطروح كده يعني أهلها طيبين وحاسة بالأمان. زمان شفت الكافيه اهوت، عملت لكم جوله فيها، ودي القعدات اللي فيها. زمان قلت لكم الجو ما عجبنيش لان برضو فيها شباب كتير وفيها ناس اللي هم الفري او يعني اللي عايز يرقص بقى معاهم. في ناس بتطلع ترقص مع الفرقه، وساعات بيجيبوا واحنا خارجين كده، بس ما رضيتش اصور بقى اللي هو كانوا اغاني، واللي عايز يطلع على المسرح ده يرقص او يغني او اي حاجه فعادي يعني. فالجو ده ما عجبنيش، فخرجنا بقى وخلاص ومشيت. انا كنت انا وجنا بنصور، وهم وقفوا بره اصلا يصوروا مع اللي هي العرايس اللي واقفه بره دي، وما رضوش يدخلوا اصلا من الاصل يعني. وده بعد ما خرجنا. فما تحسوش بالاحباط لو انتوا رحتوا مكان وطلع المكان ده مش عاجبكم، فبقى حاولوا يعني ان تروحوا مكان تاني. فاحنا خرجنا كده على الكورنيش، كان قصادنا السيرك كده، فقلنا لا ندخل السيرك. في ناس قالوا لا، او في ناس قالوا انا ما بحبش السيرك اصلا، واحمد اللي كان عايز يدخله، والكبار قالوا لا مش عايزين. فقلنا خلاص احنا نروح ناكل ايس كريم، وبعد كده بقى ايه نروح في اي مكان تاني. فكان قصادنا كان جنب السيرك ده قبليه بشويه كان ايس كريم عزه، اللي كل يوم لازم نزوره وكل يوم لازم نروح ايس كريم عزه في اي مكان بقى، سواء في العوام او في عندنا في باب البحر او في اي حته. ده في باب البحر عند في الشارع اللي انا ساكنه فيه. فروحنا كده قعدنا كده في الساحه بتاعت الايس كريم، طلبنا ايس كريم. وبعد ما خلصنا الايس كريم بقى فقالوا يلا بقى يعني قلنا لهم ما تزعلوش، لان احنا كنا حاطين رسمين يعني ان الكافيه ده بقى كبير زي ما هم كاتبين، وان هو فيه مش عارفه ايه وكده. فقلنا يلا بقى نطلع على شارع العوام. بصراحة أحلى شارع عجبني في مرسى مطروح هو شارع العوام. يعني أنا بحب كده الهواء الطلق، وفي زحمة، الناس اللي بتحبش الزحمة ما تروحش، بس هو في بالليل الأجواء بتاعته جامدة، مش عايزة أقول لكم حلوة قد إيه. على فكرة احنا روحنا شارع العوام كذا مرة، يعني كل ما نبقى مش لاقيين مكان نروحه كده في دماغنا فكنا بنروح شارع العوام. زي ما قلت لكم احنا كنا عايزين نستغل كل لحظة في المصيف ونخرج فيها، فكل يوم كنا بنخرج، يعني ما كناش بنقعد في البيت اصلا خالص، ما بنقعدش في الشقة، كل يوم لازم نخرج. ده شارع العوام اهو وانا عاملة جولة فيه، والاجواء اللي فيه بصراحة جامد وحلو. حتى لو هتتمشوا على الكورنيش، هتتعشوا، هتعملوا اي حاجة، اجواءه كويس، اجواءه حلوة. وكمان كفاية ان هو على البحر كده، هتمشوا على البحر وهتشوفوا حاجات جميله قوي على البحر. يمكن انا ما صورتش حاجات كتير قابلتني يعني حلوه قوي، حلوه قوي قوي كمان، هتستمتعوا بالاجواء هناك. هو بصراحه زحمه وخصوصا بالليل، بس هو حلو جميل. وهقول لكم برده على مقترحات ممكن تروحوها، يعني مثلا لو انتوا عايزين تروحوا حاجه بالليل بعد ما جيتوا من البحر وارتحتوا شويه، ممكن تروحوا اماكن كتير في مرسى مطروح. ممكن تروحوا شارع الاسكندريه، ممكن تروحوا شارع العوام زي ما انا قلت لكم، ده انا ما بملش منه، لو هروح كل يوم مش همل منه. وممكن تروحوا سوق ليبيا. انا عامله جولات في كل الاماكن اللي انا قلت لكم عليها دي، اللي ما شافهاش على القناه يروح يشوفها. زي ما انا قلت لكم يعني ممكن تروحوا كذا مكان، ممكن تروحوا سوق التاني ده اللي احنا رحناه، سوق سيوة، قريب من سوق ليبيا تقريبا، مش عارفة والله، تقريبا قريب منه. فالأجواء دي كلها اللي أنا قلتها لكم دي في شارع العوام وشارع اسكندرية، وفي أماكن كتيرة برضو موجودة في مرسى مطروح ممكن تروحوها كده بالليل. بس أكتر حاجة عجبتني زي ما أنا قلت لكم، مش عايزة أطول الفيديو عليكم، اللي هو شارع العوام، عشان هو على البحر، وكمان إيه تخرجوا كده هتحسوا بحاجة جميلة كده، حاجة جذابة يعني.
ف اللي مشتركش بقى في القناة ينزل يشترك عشان عايزة اوصل ل1000 مشترك. وبشكر جدا جدا كل الناس اللي متابعيني. وعلى فكرة انا هعمل بث مباشر ان شاء الله قريب، وعايزة بقى كل الناس اللي متابعيني يدخلوا لي على البث وهشكرهم بالاسم ان شاء الله، يعني كل حد متابعني. ده صور اهي من الفيديوهات اللي انا عملتها، ده سوق ليبيا تجيبوا منه بقى هدايا وحاجات حلوة كده، وده شارع اسكندرية برضو جميل. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش تعملون لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل الفيديوهات الجديدة، واكتبوا لي مقترحات في الفيديو.